بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا. لا زال المصنف رحمه الله يذكر المحرمات المؤبدة بالنسب، وذكر فيما سبق نوعان منهما، وهن الأمهات والبنات، وهنا يذكر بقية الأنواع السبعة، وهن خمس الآن التي يذكرها، وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. قال رحمه الله: وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها. هذا هو النوع الثالث من المحرمات أبدا بالنسب. فأخت الرجل محرمة عليه، وإن سفلت، يعني بنتها، بنت بنتها، بنت 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 بنتها، وهكذا. وهذا بالإجماع ودلت عليه الآية: وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. لذلك قال: وكل أخت. والمراد بقوله كل يعني سواء كنا أخوات شقائق، أو كنا أخوات لأب، أو كنا أخوات لأم. فكل أخت من أي طريق محرمة عليك، وكذا بناتها. لذلك قال في آخره: وإن سفلت. ثم بعد ذلك ذكر النوع الرابع، وهو قوله: وبنت كل أخ. وهو الذي ذكر الله في قوله: وبنات الأخ. فبنت أخيك تحرم عليك لأنك عمها، لهذا قال: وكل بنت أخ، سواء شقائق، يعني سواء كان أخوها شقيقا لك أو لأب أو لأم. لذلك قال: وكل بنت أخ، أي أخ لك من أي طريق بنته محرمة عليك لأنك عمها. قالوا: وبنتها، أي وكذلك بنت أخيك محرمة عليك لأنك أنت عم أمها. ودائما عم الأم تعتبر عما لبنتها، وكذا خالة أبيك خالة لك، وعمة أبيك عمة لك، وعمة جدك عمة لك، وهكذا. لذلك قال: وبنت كل أخ وبنتها، يعني بنت أخ. وقال: وبنت ابنه، يعني بنت ابن أخ، كذلك محرمة عليك. وبنتها يعني بنت أخ، كذلك أنت كذلك محرمة عليك. لهذا قال: وبنت كل أخ وبنتها، بنت الأخ محرمة، وبنت ابنها، بنت ابن بنت أخ محرمة عليك، وبنتها بنت 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 ابن أخ محرمة عليك. فكل من نزل من بنات الأخ محرمة عليك. لذلك قال: وإن سفلت، يعني وإن سفل من تقدم من بنات الأخوات ومن بنات الإخوة. ثم بعد ذلك قال: وكل عمة وخالة. كذلك كل عمة محرمة عليك. وهنا ما نقل وإن سفلت يعني بناتها، لا، لأن بناتها
حلال لك أن تتزوجها، فبنت العم حلال لك. لذلك قال وإن علت، يعني وإن علت أولا العمة، يعني عمة أبيك محرم عليك، عمة جدك محرمة عليك، عمة جد أبيك محرمة عليك، وهكذا. لذلك قال وكل عمة وكل خالة، وإن علت يعني وكل عمة علت، وكذا وكل خالة وإن علت، فكل خالة محرمة عليك دون من نزل منها. فبنت الخالة حلال لك، فلك أن تتزوجها. وخالة جد جدك محرمة عليك، لذلك قال وإن علتا، وخالة جد جد أبيك لأمك محرمة عليك. فكل خالة اتفقت سواء كانت خالة لأبيك أو لجدك فهي خالة لك، لذلك قال وإن علتا. لذا ودليل ما تقدم قوله عز وجل في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذه سبقت، وأخواتكم هذا نوع الثالث، وعماتكم نوع الرابع، وخالاتكم نوع الخامس، وبنات الأخ نوع السادس، وبنات الأخت هذا هو النوع السابع. ويكون مصنف رحمه الله بهذا انتهى من المحرمات لأبد بالنسب، وعددهن ستة، وهذا بالإجماع، والآية دلت عليه صراحة. ويأتي بعد ذلك بإذن الله المحرمات على التأبيد بالسبب. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. يقول هل يدخل في المحرمات العمة لأم والعمة لأب مثل أخت أبي لأمي؟ كل من سميت عمة شرعا مصطلحا شرعا فهي عمة لك. يخرج بهذا ما يسميه بعض الناس يطلق على أم الزوجة عمة، فما تسمى هنا عمة في شرعا، وإنما العمة هي من التقت هي وأبوك وإن على في أب. واضح؟ نعم. عمتك، عمة جد 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 جدك تعتبر عمة لك، وهكذا. يعني أول اسم خذه، ما بعده لا اعتبار له. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول هل كل عمة للأم أو للجدة عمة لي؟ وهل كل خالة للأم أو للجدة من الأم هي خالتي؟ نعم، يعني خالة أم أمي خالة لي، خالة عم عم عمي، خالة أم أمي خالتي، وهكذا. الآن النسب، بعدين يأتي الرضاع، وبين يأتي المصاهرة، الآن فنقط في النسب. يعني من التقت هي وأبيك، هي وأبوك وأمك في بطن، الآن هذا النسب، سواء أم بنت أخت في بطن واحد التقوا نسب.